ما هي جامعة الدول العربية؟ جامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية تجمع الدول الناطقة باللغة العربية، وينص ميثاقها على التنسيق بين سياسات الدول الأعضاء. تضم الجامعة العربية 22 دولة تتوزع من الخليج العربي شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، وتبلغ مساحة هذه الدول حوالي 14 مليون كيلومتر مربع، ويقدر عدد سكان دولها بحوالي 400 مليون نسمة. تطل الجامعة العربية على أهم مضيق في العالم، وهو مضيق هرمز الذي يتحكم في إمدادات النفط، وعلى قناة السويس، وهي أحد محركات التجارة الدولية. وللجامعة حدود بحرية مع الاتحاد الأوروبي وبرية مع الاتحاد الإفريقي. تمتد الجامعة على أرض فيها الكثير من التمايز، فهي تصدر نحو 60% من إجمالي النفط العالمي وأكثر من ثلث احتياطي الغاز، وتضم البعض من أغنى دول العالم مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج، لكنها كذلك تضم بعض أفقر الدول لا سيما الصومال والسودان واليمن. بلغ عمر الجامعة 73 عاما بعد توقيع ميثاق تأسيسها في القاهرة سنة 1945، واتفاقية أخرى للدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بعد ذلك بخمسة أعوام. عقدت القمة الأولى لجامعة الدول العربية سنة 1964، وتتخذ قراراتها بالإجماع لتنفذها الأمانة العامة للمجلس. الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية هو أحمد أبو الغيط، والذي تم انتخابه سنة 2016 لولاية مدتها خمس سنوات. يقع مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، لكن تم نقل مقرها إلى تونس لمدة 11 عاماً سنة 1979، وذلك بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد.